حضراتكم من جديد. برغم انه بيتبقى 5 أشهر على موعد اجراء الانتخابات التمهيديه في الحزبين الامريكيين الاكبر، الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض، هتكون في شهر فبراير، وده على سباق الرئاسه الامريكيه واعتلاء كرسي الحكم في البيت الابيض، الا انه المعركه بدات في الاشتعال في الحزب الديمقراطي بتنافس 20 مرشح. الحزب الجمهوري فظهر 2 مرشحين من داخله بيهددوا عرش الرئيس دونالد ترامب في واشنطن. في قراءة تحليلية في السباق نحو البيت الأبيض في كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مها علام الباحثة في الشؤون الأمريكية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير وأهلا بك يا أستاذة مها. أهلا بحضرتك. يعني احنا شايفين انه المناظرات متتالية في الحزب الديمقراطي للوصول الى مرشح، يعني يقف امام مرشح الحزب الجمهوري، ومن ناحية تانية شايفين أن الحزب الجمهوري عادة لما بيكون في رئيس من أي من الحزبين سواء كان الجمهوري أو الديمقراطي حزبه بيدعمه، لكن احنا شايفين أن في مرشحين من داخل الحزب الجمهوري بيتنافسوا على ترشيح القواعد الحزب في الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحليلك للوضع، وهل شايفة أنه فعلا ترامب في خطر؟ خلينا نقول انه في البداية منذ وصول ترامب لسلطة الحكم فكل سياساته وتحركاته وحتى خطابه نفسه كان مثير للجدل، مش بس لمعارضيه من الحزب الديمقراطي، لا كمان هو يعني تصرفاته أثارت حفيظة بعض أعضاء الحزب الجمهوري ذاته. فعشان كده ممكن نشوف دلوقتي انه في يعني في مرشحين داخل الحزب الجمهوري عايزين ينافسوا ترامب، وفي ناس كمان كان متوقع ان هي ترشح نفسها تاني غير الموجودين حاليا ولسه ما ترشحوش. ده نوع من انواع الاعتراض على سياسات الرئيس دونالد ترامب. هل دي سابقه في تاريخ الحزب الجمهوري ان احنا نلاقي رئيس من الحزب وهو موجود بعد ولايته الاولى، يعني ومع استعداده للترشح للولايه الثانيه يكون هناك مرشحين من داخل نفس الحزب يحاولوا انتزاع دعم القواعد الشعبية منه، ولا دي حصلت قبل كده في تاريخ السياسة الأمريكية؟ هو خلينا نقول انه القاعدة العامة انه بيتجنبوا يعني الحزب الحاكم بيتجنب انه هو يدخل مرشحين مع المرشح الأساسي اللي هو بيحكم في فترة حكمه، يعني الخمس رؤساء الأخرانيين سواء كان جورج بوش الأب، جورج بوش الابن، سواء كان أوباما، سواء يعني الخمسة الأخرانيين مع يعني ما كانش فيه مرشح ضدهم في الانتخابات التمهيدية، إنما ترامب واضح إن الموضوع بالنسبة له مختلف. بس برضو دي مش أول حالة. جيمي كارتر بالظبط ترشح أمامه تيد كينيدي بالظبط، فدي مش الحالة فدي مش الحالة الأولى. صحيح. طيب خلي بقى أتكلم مع حضرتك إنه يمكن زي ما اتكلمنا إنه حصلت قبل كده وكان في منافسة في داخل الحزب نفسه، إلى أي مدى ترامب ينبغي أن يحسب حساب هذا الأمر؟ يعني فعلا هل ممكن المرشحين، نتكلم عن جو وولش وبيل وايلد، جو وولش هو سيناتور سابق وهو من الجمهوريين المحافظين، بيل وايلد يعني ليس له قاعدة شعبية كبيرة، ليس يعني من الأسماء اللي مارست السياسة على مستوى شعبي كبير، لكن هل المفروض أنه ترامب يخشى من هذه المنافسة ولا هو مطمئن؟ تمام. خلينا نقول انه مش هما بس، في كمان مارك سانفورد هو برضو اعلن انه هو هيترشح قصاد ترامب في يدخل الانتخابات التمهيدية. بس خلينا نقول انه فعلا هي المشكلة انه كل المرشحين دول هو يعني وزنهم السياسي مش كبير قوي، تاريخهم السياسي مش ضخم قوي، فعشان كده ممكن يكون ترامب بيتعامل يعني حاسس انه برضو انه هو في الاخر اللي هيفوز. بس خلينا نقول انه كون انه حد خرج من الحزب الجمهوري وقرر انه يرشح نفسه قدام ترامب، دي حاجة تحط كده ألارم لترامب انه هو لازم يعيد حساباته في اكتر من ملف. كون انه في حد خرج من الحزب الجمهوري وكان عايز يدخل الانتخابات التمهيدية، ده معناه انه في عدم رضا او عدم رضا كامل على سياسات ترامب، وده اللي دفعهم انهم يترشحوا اعتراضا على سياساته. يعني في توجه، يعني في تحليلات بتقول ان والش رغم ان هو سياسيا ما عندوش تاريخ ضخم او ملوش تاثير قوي، بس هو اذاعي يقدر يجذب اكبر عدد من الناس، يقدر يمارس ضغط. وماركس سانفورد
هو بيتكلم عن فكرة أزمة الديون يعني، وبيقول إنه الاقتصاد الأمريكي داخل على أزمة اقتصادية، فده كلام ممكن يثير حفيظ يعني، ممكن يثير زخم في الشارع الأمريكي. فعلشان كده أعتقد إنه يعني ترامب يعني محتاج إنه يعيد النظر في بعض سياساته. ترامب عمل بقى حملة مضادة على منافسيه في داخل الحزب الجمهوري، وبدأ ان هو يصفهم بان هم اشتراكيون بيهددوا الحلم الامريكي. الى اي مدى ممكن انه ينجح ترامب في تحطيم منافسيه قبل ما يعني يصلوا الى مرحلة الانتخابات التمهيدية المقررة في شهر فبراير المقبل؟ خلينا نقول انه اصلا ترامب بيتبع اللي هو سياسه التحطيم مش بس اللي جوه الحزب الجمهوري، وده برضو كلام قاله على الحزب اعضاء الحزب الديمقراطي. وخلينا نقول انه المشهد السياسي بشكل عام او المشهد الانتخابي بشكل عام بيشهد حاله من الشخصنه، انه كل طرف بيحاول يعني يطعن في طرف يعني في شخصيه الطرف الاخر، فدي حاله عامه يعني بيشهدها المشهد الانتخابي حاليا. فكره ان هم يدخلوا، اعتقد ان هم عموما فرصهم زي ما قلنا قليله، لان هم ما عندهمش تاريخ سياسي بارز بالظبط. كمان انه المسؤولين في الحزب الجمهوري الغوا الانتخابات التمهيديه في 4 ولايات بشكل مبدئي، ممكن العدد قابل للزياده، فده معناه انه برضو فرصهم للنجاح مش كبيره قوي. طيب خلينا بقى نروح للانتخابات الحزب الديمقراطي، لان هي فيها زخم اكبر على اعتبار ان في عدد كبير من المرشحين، بنتكلم عن 20 حتى الان. كان في مناظره ثالثه اتعملت في الحزب الديمقراطي، كانت في هيوستن في تكساس، وكان فيها 10 مرشحين. خلينا نقول انه ابرزهم جو بايدن نائب رئيس باراك اوباما، بيرني ساندرز كان مرشح امام هيلاري كلينتون، ايضا اليزابيث وارن، بالاضافه الى عدد اخر من المرشحين. في جزء منهم ليسوا معروفين او ليس لهم ثقل كبير، وفي جزء منهم معروفين لكن يعني مش يعني ما لهمش وزن سياسي او ثقل سياسي كبير. خليني بقى اتكلم اولا حاله التعدد المرشحين، هل حضرتك شايفاها انه ده غياب للكتل ذات الثقل في الحزب الديمقراطي؟ يعني لا يوجد دعم كبير او التفاف حول 2 أو 3 بعينهم داخل الحزب الديمقراطي، ولا انت بالعكس شايفه ان هي حاله حراك او زخم ايجابيه او جيده او نشطه؟ خلينا نقول ان هي حاله حراك او زخم ايجابيه، بس برضو العدد كبير، هو في 20 مرشح بس في كمان 7 انسحبوا، يعني احنا كنا بنتكلم في عدد 27، فالعدد كبير. ممكن يكون بيعبر عن حاله زخم، وممكن يكون بيعبر يعني عموما الحزب الديمقراطي لو بصينا له هنلاقي ان في مشكلات بتواجه الحزب الديمقراطي. اول مشكله ممكن نقول عليها مشكله انه في فجوه ما بين يعني الشريحه اللي هو بيبقى عايز يتوجه ليها وحقيقه سياساته، بمعنى ان هو عايز يوصل للشرائح العامه من الشعب، ويعني ما بيكونش هدفه المؤسسات الماليه الضخمه، بس سياساته بتوصل بالعكس. على سبيل المثال انه ترامب مثلا كان رافض جدا فكره انه المصنع بتاع فورد يتنقل للمكسيك عشان خاطر الطبقه العامله. يبدو انه ترامب يعني بيخاطب رجال الاعمال وكده، بس ترامب قدر يخاطب الشخص البسيط لما قال ان مصنع زي مصنع فورد ما يخرجش بره امريكا، زي مثلا انه يضغط على ابل ويقول لها ما تتصنعش الايفون في الصين وتصنعه جوه امريكا، فهو قادر يوصل لطبقات اوسع. تاني مشكلة ممكن نشوفها في خطاب الحزب الديمقراطي، ان هو بيكون بيتعامل مع السود او الملونين في امريكا باعتبارها شرائح هو ضامن صوتها، فعشان كده ما بيوجهش ليها اي حوافز او ما بيوجهش ليها خطاب. على عكس ترامب اللي هو عنده الشريحة البيض المحافظين، هو كل شوية بيجدد خطابه معاهم، كل شوية بيحفزهم نفسيا، فترامب قادر يوصل أكتر للشريحة اللي هو متواصل معاها. تالت حاجة من برضو بنقول يعني نقدر نقول عليها المشكلات اللي بتواجه أو من السمات بقى الأساسية أساسا للحزب الديمقراطي، فكرة التنوع الفكري الكبير اللي جوه الحزب الديمقراطي. يعني إليزابيث على سبيل المثال هي شديدة التعلق بالرأسمالية، هنلاقي إن ساندرز بيصنف على انه اشتراكي، فهي الفكره انه في جاب كبيره بين التوجهات السياسيه جوه الحزب الديمقراطي. الارضيه الفكريه الحزب الديمقراطي واسعه جدا، فالناس مش قادره تحدد التوجه بتاعه بالظبط. اخر حاجه واللي هي المشهد البارز في الانتخابات او في السباق الرئاسي الحالي، ان احنا عندنا اغلب المرشحين البارزين هم اعمارهم فوق ال70 سنة، والشباب مالهمش زخم كبير، فاعتقد انه دي ابرز حاجات يعني ممكن نقول عليها مشكلات بتواجه الحزب الديمقراطي الان.
لكن خلينا اتكلم بقى بلمحه كده انتخابيه دايما بنروح لها لما نيجي نتكلم عن القواعد الناخبه. دايما بنتكلم عن الاعراق، بنحسب لها حساب، يعني مثلا الامريكيين من اصل افريقي، الامريكيين من اصل او اللاتينيين، الكتل الغير امريكيه يعني غير بيضاء الى اخره. هل المره دي نقدر نقول انه اصواتهم مضمونه لصالح مرشح الحزب الديمقراطي ايا كان، ولا ترامب جه قلب الموازين غير كافه الامور حتى مع خطابه العنصري اللي ما زال يعني مستمر حتى الان؟ لكن ما نقدرش ننكر انه ترامب تقريبا نفذ كل وعوده الانتخابيه يعني بشكل يعني على الاغلب. يعني هل ما زال الحزب الديمقراطي قادر على اكتساب هذه الكتل التقليديه اللي كان دايما بيستطيع ان يجذبهم، ولا الامور اختلفت والنظره اختلفت مع عام او مع دوره كامله 4 سنوات كامله قضاها ترامب على سلطه الحكم؟ هو في اعتقادي ان المشكلات اللي احنا عرضناها دلوقتي دي اثرت في القواعد الانتخابيه، لان احنا قلنا هو بيعتمد على السود والملونين، بس هو في الحقيقه ما بيقدمش خطاب فعلا يمسهم او يحفزهم نفسيا. يعني ترامب قادر يتواصل مع البيض المحافظين، فكل مره هو بيطلع بيحاول يتواصل معاهم بشكل مباشر ويقول لهم الخطاب اللي هم عايزين يسمعوه، بس الحزب الديمقراطي بيتعامل ان دي كتل اساسيه وثابته معاه، فما بيحاولش يقدم لهم. جو بايدن على اعتبار ان هو كان نائب باراك اوباما مش هيلجأ لهذا يعني للوتر ده، لن يستغل هذا الكارت في حملته الانتخابيه؟ لا، وارد يستخدم، ليه مش لا، اكيد وارد يستخدم، بس احنا عندنا عموما في موضوع الولايات، يعني في موضوع الانتخابات في الولايات المتحده، في ولايات بتكون محسوبه حزب ديمقراطي، وفي ولايات محسوبه على يعني زي كاليفورنيا مثلا، زي الينوي، زي يعني في ولايات محسوبه حزب ديمقراطي، زي تكساس مثلا محسوبه حزب يعني محسوبه على الحزب الجمهوري. في الغالب الحزبين بيلعبوا على الولايات المتارجحه، علشان كده اعتقد يعني في اعتقادي انه ترامب لما بدا حملته الانتخابيه الثانيه بداها من فلوريدا، وفي نفس الوقت المناظرات بتاعت الحزب الديمقراطي برضو بدات من فلوريدا، لان دي من الولايات القويه اللي بتدي وزن كبير في المجمع الانتخابي، بس هي متارجحه. واعتقد انه دايما لعبه الانتخابات بيكون فيها كثير من المفاجات بالزبط. في اللحظات الاخيره يعني لا يمكن حسابها. البعض توقع انه فرص ترامب كانت محدوده، لكن هو فاجئ الجميع واصبح رئيس غير تقليدي للولايات المتحده الامريكيه. انا بشكرك جزيلا استاذ مها علام، الباحثه في الشان الامريكي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. شكرا لوجودك معنا يا فندم، شرفتينا. بشكركم مشاهدينا الكرام جزيلا على المتابعه، والى اللقاء.